بس احنا لازم نشرح للناس ان ده على حساب التاكس بيرز، مش على حساب الحكومه. الحكومه مش هتطبع فلوس، يعني الناس لازم تبقى فاهمه ان الحكومه مش هتطبع فلوس، احنا كل ده على حساب التاكس بيرز. احنا هنقدر نتصرف ازاي في الوضع ده؟ اتكلمت مع مهندسين كتير، مدرسين كتير فاهمين ومقدرين وعارفين ان احنا بنعمله is good for the students, good for the parents, good for the money, taxpayers money. انا بتكلم على اليونيون، لازم الناس تبقى فاهمه اليونيون عايزه ايه. متوسط دخل العامل الماهر في اونتاريو، العامل الماهر 55K. اوكي، يعني الناس دي التيتشرز واخدين 40,000 a year above the average of Ontario. او احيانا بيكون ضعف العامل الماهر او السكيلد وركر. اه طبعا انا بقول لك على الافريج، انما اكيد في لما التيتشرز بياخد 120,000 بياخد 130,000، لما ياخد 130,000 يبقى ثلاث اضعاف اللي بياخد 55,000 اولموست. فانا ما بتكلمش، انا بتكلم كافريج، ده 55 ده اولموست 90.